السلام عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير. وصفه اليوم هي حرشه المخبزات بحال اللي كتلقاوها في المخبزات، كتجي غزاله ولذيذه بزاف. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. كيخليهم يجيو معلكين وكيجيو من الداخل رطبين وهشاش، وهذا سر من اسرار ديال المخبزات، لانهم كيوجدوا بهم الحرشه اللي كتبان لينا في المخبزه. هاد الحريشات غنعطيكم حتى السر ديال التشقق ديالها وكيفاش تجي هكاك مبسطه وكبيره. المقادير: نص كيلو ديال السميده رقيقه ديال البغرير، معها قبيصه ديال الملح كيف كتشوفوا. غنحتاجو كاس ديال زيت المائده ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، كاس ديال الحليب، بيضه، غنحتاجو شويه ديال النافع. هنا معلقه ديال النافع، وهنا جوج معلقه ديال الزنجلان، جوج كيس ديال سكر فانيلا، وجوج كيس ديال خميره الحلوه. وغادي نحتاجو نص كاس ديال المربى ديال المشمش. درنا نص كاس ديال السكر، غنديرو معاهم نص كاس ديال المربى ديال المشمش. كيف غتشوفوا كتجي لذيذه بزاف ومغايره. غادي ندير قلت نص كيلو ديال السميده رقيقه اللي درت معاها قبصه ديال الملح هكا كيف كتشوفوا. غادي نضيف معاها هذاك الكاس ديال الزيت، غادي نبسبسها به حتى يترمل لينا هاد السميده بهاد الزيت. من بعد غادي نضيف جوج كيس ديال السكر فاني، كاس نص كاس ديال السكر سنيده، ونخلط. وغادي نضيف الزنجلان النافع ونبسبس مزيان، طرملوا ليا ودخل فيهم هذا. طبعا غادي نحتاجو ما نزلتهاش سميده يا غليظه يا رقيقه باش غادي نكورو. هنا كتشوفوها دخلات ليا هذيك المكونات في هذا الحرشه في السميده. ما نعجنوش بيدينا وما نوركوش بيدينا، وهذا سر من اسرار باش الحرشه تجي رطبه وما تجيش مدقصه. ديما الحرشه نخدموها باطراف الاصابع. غادي نزيد دابا هنا ناخذ كاس ديال السكر نيت، وغادي نعمرو. قلت نص كاس ديال المربى ديال المشمش، تجيب معلقه، وقلت نص كاس ديال المربى ديال المشمش. اما تجيش حلوه عكس، قلت شحال نص كاس. هانتو غادي نفرغو حتى هو، ندخلو في السميده. نخدمها دابا. غادي نضيف هذيك البيضه، دابا غادي نضيف كاس ديال الحليب، قلت غنضيف جوج كيس ديال خميره الحلوه. غادي نخلطوها قلت باطراف الاصابع دائما باش تبقى الحرشه مسمده من الداخل. صافي، دابا غادي نخليها ترتاح من واحد اش غنقول واحد الخمسة ديال الدقائق حتى العشرة ديال الدقائق، ما كاملاش. المهم تبان لكم راه ما بقاتش هكا جاريه شربات. وغادي نتلقاو باش نكوروها مع بعضياتنا، وداك السر العجيب اللي تيديروا في المخبزات باش تجيهم هكاك في الكبر كبيره. وكنشريوها تقريبا من اللي بغى يشريها، وجاوك الضيافة على غفلة هذيك الحريشة في المخبزة بثلاثة دراهم ونص باش كتباع. علاش ما نوجدوهاش حنا في الدار؟ ايوا نتمنى البنات اللي بغاو حرشة تعجبهم. غادي نخليها ترتاح وغادي نتلاقاو. الحرشة ديالنا مني خليتها ارتاحت، غادي ناخد السميدة غليظة اللي كنصوبو بها الكسكسو. انا كتعجبني تجي حرشة بالسميدة. هانتو كيف كتشوفوها هي شربات لينا. كناخد واحد الكمية ديال السميد هاد الخليط، وكان مرمدو هكا في
في يديا، وكنجي اللاطه وكندير لها بحال هكا، يعني كنخبطها هكا كيديروا ليها هما، كيخبطوها مع اللاطه عاد باش كيقرصوها بيديهم. الله، اللي عندها شي كتيفات تخبط بحال هكا، وتاني وتخبطها. انا غادي نكمل هنا، كملتهم درتهم في الطاوه، دابا غادي ندير يديا ونقرصهم. بحال هكا صافي، وغادي ندخلهم الفران. الفران مسخن على 200 درجه، العافيه تكون منين ندخلهم المره الاولى، العافيه نديروها عليهم من الفوق، يعني تكون في الوجه ديال الحريشات يتشقوا لينا، وعاد نديروهم لتحت، والعافيه تكون عليهم غير من التحت، ونقصوا العافيه على 180 ونخليهم يكملوا الطياب ديالهم على خاطرهم. انا غادي نكملهم في التكراس وغادي ندخلهم يطيبوا. انا دايره الفران راه سخون صافي بحال هكا. غادي ندخل مني غادي يخرجوا من الفران غنوريكم النتيجه كي دايره. الحرشات ديالنا مني خرجوا من الفران هانتو كي كتشوفوا البنات كيجيو مشقين مزيان، وتيجيو رقاق يعني بحال كما كنلقاوهم في الباتيسري. هانتو شوفوا مشقين كاملين. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم، لانه فعلا الطريقه سهله بسيطه، مكونات متوفره في كل بيت، والنتيجه نتيجه ديال المحلبات ولا ديال المخبزات. هانتم عن قرب. اللي عجبتها الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، واشتركوا بقناتي قناه شهوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. خليوا لي كومونتير ديالكم، خليوا التعليقات ديالكم، الطلبات ديالكم اسفل هذا الفيديو، ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم اللي فعلا كتزيد تعطيني اكثر باش نعطي كل ما عندي. دمتم في رعايه الله في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ هذا الصباح جيت لداري، يعني بقيت في كازا، وهاد الايام مني كنت في كازا وكندوي معاكم، كنت كناكل عند واحد السيده عندها محلابه يعني قريبه للدار، وعطاتني سر من اسرار ديال باش كيفاش كتجي هذيك الحرشه ديال المخبزات هكاك مبسطه وكلها مشقه. انتو ووجدتها معاكم. يلا السر البنات، غادي اعطوني رايكم نتوما الاولين، قولوا واش بحالها ولا ماشي بحالها. انتو هالدليل كلشي مشقق الحرشه، وكتجي رقيقه يعني بحال اللي كتباع في ورطبه. انتو يلا نطلقوا الفيديو ان شاء الله. الحرشات ديالنا ملي خرجوا من الفران هانتو كي كتشوفوا البنات كيجيو مشقين مزيان، وتيجيو رقاق يعني بحال كما كنلقاوهم في الباتيسري. هانتو شوفوا مشقين كاملين. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم، لانه فعلا الطريقه سهله بسيطه، مكونات متوفره في كل بيت، والنتيجه نتيجه ديال المحلبات ولا ديال المخبزات. هانتو عن قرب. اللي عجبتها الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، واشتركوا بقناتي قناه شهوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. خليوا لي كومونتير ديالكم، خليوا التعليقات ديالكم، الطلبات ديالكم اسفل هذا الفيديو، ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم اللي فعلا كتزيد تعطيني اكثر باش نعطي كل ما عندي. دمتم في رعايه الله في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.